السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين وليداتكم؟ كلشي في امان الله؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم موضوع اليوم ان شاء الله هو موضوع كما شفتوا في عنوان الحمات والعروسه، كما كنقولوا اولا العكوزه، كل واحد شنو تيقول ليها على حسب المناطق. دونك اليوم ما غادي نهضر ان شاء الله على الحمات، وغنهضر انا بالنسبه لتاي العروسه، غنهضر على لي دو كوتي، يعني مجوج جهات، لان بعد خطرات كيكون ظلم من الحمات وبعد خطرات كيكون ظلم من العروسه. يعني ما تخافوش، راه غادي ندافع على كل شيء، ماشي غندافع، غندافعوا على كلمه الحق. هادشي اللي كاين. دونك موضوع اليوم كان عند واحد الاخت، بلا ما نقولوا السميه. السلام عليكم اختي سناء، كنشكرك بزاف على الفيديوهات ديالك الهادفه، وكنطلب منك تكلمي لينا على موضوع الحامات. انا عندي 50 عام متزوجه وعندي 4 الوليدات، وعجوزتي من النهار الاول ما بغاتنيش، وولدها قال ليها منها من خلاق، ولكن مع الاسف كتعتبر الحب ديالنا سحور، ومع ذلك حاولت باش نديرها بحال الام ديالي، ولكن والو، ديما كتعامل معايا بحال برانيه. اشنو ندير اختي سناء؟ واخا انا كبر منك كنثق في نصيحتك، سمحي لي طولت عليك. العفو اختي. دونك كيف ما قلت لكم غادي نهضروا على الحامات، وغنهضروا على بالنسبه لجوج جهات. المهم دابا غنبداو بالحامات. كيف ما كما شفتوا معايا، راه فهمتوا السؤال ديال الاخت. الاخت متزوجه هذه مده، وتبارك الله راه عندها 50 عام، تبارك الله راه بعقلها وداكشي، ولكن الحمات ديالها ما كتعاملش معها مزيان. يعني في النهار الاول ما بغاتهاش وما كتحملهاش، واخا هي كتحاول ديرها بحال الام ديالها، ولكن هي والو ما كتعاملش معها مزيان. دونك كنعرفوا بان راه بزاف هاد المواضيع بزاف كنشوفوا من خلال العائله ديالنا، كنشوفوا من خلال لونطوغاج ديالنا، الصديقات ديالنا، كلشي. مي كنهضروا على هاد الموضوع، اكثريه كتجبد هاد الموضوع، واكثريه هاد الموضوع شنقول لكم، زعما في الحقيقه كيبقى فيا الحال، كنبغي نعرف شنو هو السبب. مي كنبقى نسمع بحال هكذا كنعرف شنو هو السبب، علاش بعض الحموات، ما غاديش نعمو، ما تقولوش ليا عاوتاني عممتي، بعض الحموات كتلقاهم كيتعاملوا مع العروسه، وهو ان الولد مي كيبغي يخطب الام ديالو كدير له عرقلة السير، يعني كما كنقولوا بمصطلحات ديالنا كدير له العصا في الرويضه. ماشي كلشي، ما كنعممش، كاين بعض الحموات الله يعمر لهم الدار، كنعرفهم وكنعرف العائلات اللي تبارك الله عليهم غيانادير، ولكن كنهضروا على هاد الحموات اللي عندهم هاد المشكل. يعني ما كتبغيش ولدها يتزوج، انا هذه هي اللي ما كنتقبلهاش. كنقول علاش هاد الام ما كتبغيش الولد ديالها يتزوج؟ مثلا كاين بعض الاشياء اللي كنتفقوا مع الوالدين، مثلا كيكون الولد باقي ما مستعدش، باقي مثلا يلاه خدام، باقي مثلا يلاه كيوجد راسو، هذه انا متفقه كتكون الام ما كتبغيش الولد هيتزوج. ولكن كاين شي امهات اللي ما كيبغيوش، كيبغيو يبقى الولد ديالهم، يعني كيكون بحال دايرينو انفستيسمون، يعني بحال هي صرفات عليه ودارت عليه وكبرت عليه وصلاتو، خصها تسنى منه حتى يصرف عليها ويخلف لي هذاك الشيء اللي كاين. بعد واحد القضيه، راه ما عمرنا نخلفوا لوالدينا، راه والدينا داك الشيء داروا علينا، ما عمرنا غادي نخلفوا عليهم، امبوسيبل امبوسيبل، داك الشيء راه الله اللي غادي يجازيهم. اي ام دارت على الولد ديالها ولا على سميتو بنتها، راه ربي اللي غادي يجازيها، ماشي الوليدات. يعني واخا يشري ليها، واخا يدير ليها، واخا يصوب ليها، يعني كيكون بحال انفستيسمون، كتولي كتصرف عليه وكدير ليه وكتسنى منه. والله شي دابا انا كنحلف بالله، كنقول يا ربي لا توقفني على وليداتي، هذا هو الدعاء ديالي، كنقول يا ربي ما نحتاجش ليهم، يا ربي ما نوقفش عليهم، ما نكذبش عليه، بغيتهم يعيشوا واحد الحريه، بغيتهم يعيشوا واحد يعيشوا حياتهم، بغيتهم نشوفهم احسن ناس، بغيتهم، ما بغيتش نكبر ونوقفها ليهم ونبقى حيت كنسمعوا بزاف على هذه المواضيع، كنسمعوا، راه كنقول لكم كنسمع صحاباتي، كنسمع من عائلتي، كنسمع، وهذا الشيء كيضرب في القلب. كتكون الام كدير ولدها كتسنى منه، انا درت لك وانا فعلت لك، كنتسنى منك خصك تخلف ليا ما دار. وكاينين شي امهات راه واخا كيديروا ليهم ولادهم وكيصوب ليها وكيصوب ليها، والو ما كتفاكش، يعني ما تتذاكلش، كتولي دايره بحال الضره مع العروسه ديالها. يعني الا درتي لمرتك شي حاجه خصك دير ليا انا بحالها، الا درتي لمرتك شي حاجه خصك دير ليا بحالها، وهذاك الشيء ما خصوش يدار، لان انت بعدا اصلا الحمات، ومع كل احتراماتي ما تقلقوش مني، حيت انا متاكده بان كيكونوا حماوات كيشوفوني، ما تقلقوش مني، انت بعدا اصلا راه انت كنتي مزوجه واحد السيد، انت واحد النهار خديتيه، وبناتك حتى هما كذلك. يعني كتلقى الام كتبغي الخير لبنتها وما كتبغيش عروسه، هذه بعدا ثاني حاجه، هذه ما كنتقبلهاش. علاش؟ مثلا نعطيكم مثال، مثلا ملي كتجي عندها بنتها
كتجي فرحانه بها وكتقول لها ماما شرى لي مثلا راجلي هادي ولا دار لي هادي ولا مثلا كتب لي ولا شرى لي الطوموبيل في سميتي ولا اي حاجه اي حاجه اي هديه يعطاها لراجلها كتفرح لبنتها. ولكن مي كيدير الولد لمراته هي كتوقف كتقول لا علاش كيدير ليها، يعني كتبقى تقول هذاك الشيء راه غير سحور. شحال من امهات كنعرفهم كيقولوا ما كيشوفوا شي كوبل كيقولوا صافي سحور، راه ماشي كلشي كيسحر، راه ماشي كلشي كاين الحب، كاين الحب، يعني ما عرفتش كيفاش كيفكروا هاد الامهات ما عرفتش. المهم كنرجعوا عاوتاني نرجعوا للحمات، علاش كيديروا هذا المشكل، علاش كتوقفي لولدك؟ نوقف لولدي شي، انا مثلا غدا وبعد غدا غنوليت انا حامات، ولكن كنقول ان شاء الله غادي نكون مع العروسه ديالي على احسن ما يرام. انا حاجه واحده اللي كنتمنى وهو يطيحوا في بنات الناس، وحق الله العلي العظيم كنطلب هذا الطرف كنقول يا ربي وليداتي يطيحوا في بنات الناس، اللي يعني ديك بنت الناس اللي غادي تكون بحال بنتي. انا هكا كنفكر كنقول يعني انا اي حاجه درتها لهذيك العروسه راه غيجيب لي ربي اللي غيدير لي الخير في بنتي، مادام انني غنتصرف معها الخير راه بنتي انا غطيح في ولاد الناس وغتصرفوا معها خير. هكا كنفكر كنقول انا بعدا كنتسائل هاد الام كتقول لك انا كنبغي ولدي، انا كنحمق على ولدي، ملي كتهدا وما عرفت شنو كدير عليه ومي هذا، ولكن ولدك الا كتبغيه خصك تعيشيه في واحد المستوى مزيان، خصك تخليه فرحان مع عائلته، خصك تخليه تقول شوف واخا تكون العروسه لنفرض هاد العروسه خايبه، حنا دابا هاد السيده اللي اتصلت بيا واللي صيفطت ليا لنفرض ان هاد العروسه خايبه وما كتصرفش مزيان، ولكن انت كتبغي ولدك خصك تبغي ديك العروسه، يعني تصرفي معاها مزيان وديري معاها الخير وديري معاها، وكنظن بان هذيك العروسه راه غتقلب وهذا، ولكن هاد العروسه كتقول يعني حنا ديما كنقولوا العروسه واخا هي كبرات عندها 50 عام كنقولوا يعني واخا يعني هاد السيده واخا يعني هاد السيده ملي غتشوف الحامه ديالها كتصرف معاها مزيان وكتسميتو، واخا تكون هي مسمومه واخا تكون خايبه واخا تكون ما عرفت شنو كدير، غتقول لا شوف السيده كتصرف معايا مزيان دونك لا ما غنتصرفش معاها مزيان. المهم انا هادشي اللي كان علاش هاد الامهات كيتصرفوا. انا سؤال واحد، الا كانت شي حامات معايا كتشوفني الله يخليكم جاوبوني، لان هذا السؤال ديما كيتبادر في الذهن ديالي، غنسول الام ديالي ما غاديش نكون يعني جواب مقنع، خصني نسول شي واحد براني يعني عيالات برانيين، علاش هاد العيالات كيتصرفوا بحال هكذا، علاش كيوقفوها لوليداتهم مع انهم كيدعيو انهم كيبغيو وليداتهم. انا كنبغي ولدي، انا كنبغي ولدي خصني نحوزو ليا، خصني نحوز مرتو ونجرها لعندي، بالعكس راه شتي بغيت نكسب ولدي، حيت انا كنشوفهم ماشي ذكيات. انا الا بغيتي تكسبي ولدك راه خصك تجري داك العروسه لعندك وخصك تبغيها وديري ليها وديري الخير، راه ملي كديري الخير راه كيجيب الله اللي يدير لك الخير في بناتك، يعني الا جريتيها ودرتي ليها عام مزيان تصرفتي معها ودرتيها بحال بنتك راه ربي يشوف. اش غنقول لكم، ربي راه كيشوف، راه ما يمكنش ربي يشوفك انت كتصرفي مزيان وربي غادي يحنتك، امبوسيبل، غير تصرفوا مزيان وغيديروا. انا غير سؤال واحد الله يخليكم، الا كانت شي حامات كتشوفني الله يجازيكم بخير جاوبني على هذا السؤال، كيف علاش هاد الام ما كتبغيش؟ شوف ما تقولوش ليا لا مثلا انا ولدي باقي ما مستعدش، شوف انا هادي جو كومبرون، الولد ما كيكون ما مستعدش ولا يلا خدم كتبغي توقف على رجليه كتبغي يدير دارو كتبغي هذا ما كتبغيش يزرب، انا فهمت هادشي، ولكن على الاقل الا بغيتي هاد البنت الناس وهو كيبغيها وشتي كيبغيها وبغيتي هذا وهو يلا لقيتيه بادي وخطبيها ياك، وخليه هو على راحته وخليه يجمع راسو، بالعكس هذيك سيون سورت دو موتيفاسيون، يعني غادي تموتيفي وغادي تخليه باش يجمع لان كيبغي داك البنت وباغي يعني يدير معاها يعني يتزوج بها وباغي يدير يعني غيدير هدف في حياته، غيقول وشوف دابا انا خاطب خصني ندير هذا ندير مسؤوليه خصني نصوب داري خصني نشري طوموبيلتي نوجد نجمع شويه ديال الفلوس وندير هذا بوكو با، ولا كاع حتى لا ملا كان الكوبل باغيين يبداو حياتهم يكونوا بجوج خدامين علاش خلوهم يبداو كما نتوما بديتو، راه حتى واحد ما تزاد عنده، حتى واحد ما كان عنده حق، ما خطر الناس اللي عندهم، حنا ما كنقولوش ما كنعمموش، كاينين الناس اللي عندهم امكانيات، انا كنهضر على الناس مويان ولا اللي ما عندهمش، يعني كلشي كيجمع دقه دقه كما كيقولوا درجه درجه. بزاف 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 المواضيع، زعما بزاف ديال الناس كيتشكاو من هذا الموضوع ديال الحماس، علاش كتعامل بحال هكذا، علاش كدير وهي دابا السيده كتصرف معاها مزيان وكدير معاها وكتصوب معاها وكدير معاها ديجيست وهي السيده ما بغاتش صافي ما حملاتش. المهم انا حاجه واحده اللي غادي نقول لك الاخت، النصيحه اللي غادي نعطيك وهو قلتي لي في الميساج بانك كتعاملي معاها بحال الام ديالك، راه امبوسيبل تلقاي شي حماس بحال الام، ماشي امبوسيبل، انا ما كنعمم، شوفوا ما تقولوش لي حيت شوفوا انا ملي كنهضر على شي موضوع راه ديما كنهضر على الاغلبيه،
يعني ما كنهضروا على شي اي موضوع كان، كتقولوا لي يا سناء لا كتعمي ما تعميش بحال ديك النار على على السكن وعلى داك الشيء. لما والله ما عممت والله ما قصدت، انا هي كنقول لكم كنهضروا اون جينيرال، يعني الاغلبيه كنهضروا على الاغلبيه، فهمتوا؟ يعني كاين كتكون شي فئه اللي استثنائيه، يعني دابا انا ما غنعممش منقول لا ما كاينش حموات، كاينين ولكن قلال، يعني غتلقى واحد 70% اللي غتلقاها لا صافي راه ما بغاتكش ما بغاتكش، وما عمرها غتعتبرك بحال بنتها. انا ماشي ما غنقول لكم ما عمرها غتعتبرك، كاينين شي وحدين كتلقاهم انا كنشوفهم والله الا كنعرف عائلات اللي الحموات كتعتبرها بحال كدير لها اكثر من عاتي والله الا بعد خطرات، يعني بحال كتجيك الغيره كتقولي شوف هاد هاد الحمات كيفاش كتعامل مع مع زوجة الابن ديالها وكدير لها شي حوايج زوينين ما كديرهمش لبنتها، يعني كتصرف مع شي تصرفات وما كديرهمش لبنتها. تخيلوا اي تخيلوا، زعما راه كنعرف والله الا كنعرفوا مع عائلات الله يجازيهم بخير، بالعكس راه هذا كيم هذا كما تدين تدان، راه اللي دير شي حاجه في بنات الناس راه كيجيب له الله اللي يدير له في بناته، كونوا اكيدين والله العجله راه كدور، الا ما دارش اليوم يدير غدا، الا ما دارش راه العجله كدور. غير كنقول لكم النصيحه اللي غنعطيها لهاد الاخت، شوف بعدا اولا النصيحه اللي غادي نعطيها لك وهو ما تقولي ليا بحال الام ديالي هذيك ما كايناش، ماشي اون جينيرال صافي، من شتيها جربتيها وتعاملتي معها وما بغاتش ما بغاتش تبغيك، يعني شوف المحبه راه ما كتشراش بفلوس، يعني ما عمرها ما غادي تبغيك، شتيها جربتيها وانت دابا سنين وانت مجوجه براجلك وهي ما، يعني شوف الحاجه اللي غنعطيك النصيحه وهو هاد الحمات، شوف عملها بلاتي هي احسن، يعني ما تبقايش غادا عندها خيطي بيطي كما كنقولوا، ما يبقاوش كثره التليفونات، يعني الا بغيتي تتصلي بها في التليفون تكون مناسبه تباركي ليها في شي مناسبه، تمشي عندها بالمناسبات، ولدها بغى يمشي عندها يمشي، ولاد ولدها بغاو يمشيو ما تشديهمش، خليهم يشوفوا جداتهم دبر راسهم كل واحد كيلقى فعلو، يعني ما انت شدي رجليك عارفي وقتاش تمشي، يعني ما تبقايش غادا جايه وفين ما غادي راجلك خصك تمشي، لا ماشي ضروري، لا ماشي اوبليغاتوار، هو بغى يمشي هذيك مو غادي يمشي بيناتهم، ولا وليداتك بغاو يديهم باهم بيناتهم، ولكن انت حاولي تمشي بسميتو، ولكن يكون يعني العلاقه تكون شنقول لكم تكون محدوده، ما يكونش داك الكثره، يعني ما شنقول لكم يعني تامي تكوني جالسه معها، يعني ما يكونش ما تكونش حيت بعض الخطرات مثلا كتلقى العروسه داسره مع مع الحمات ديالها، يعني كتلقاهم داصرين بعضياتهم، كاينين انا كنشوفهم في بعض العائلات كتلقاهم عادي، يعني يعني هاد القضيه كتعجبني كيكونوا في بعض العائلات اللي كتكون حمات يعني بحال بنتها يعني كتكون بيناتهم كيف ما كنقولوا كيكونوا مداصرين بعضياتهم، هذا المصطلح ديالنا بالدارجه المغربيه، يعني كيكونوا مداصرين بعضياتهم، يعني انت خصك ديري حدود هاد الام مادام انها ما بغاتكش في الاول وما عمرها بغاتك ومعيتي ما تصرفي معها، تبقى داكشي في الحدود، يعني ندير الواجب ديالي في الحدود، ولكن نقول لك واحد القضيه، الا ما بغيتيش تمشي راه ماشي بالضروره، الا هاد السيده كتسبب لك ازعاج ولا كتسبب لك يعني ما كترتاحيش ولا هذا، ماشي بالضروره انك تمشي عندها، المهم الولد ديالها هو اللي يمشي، وليداتها هو اللي تشوفهم، يعني جات عندك رحبي بها قدر المستطاع، ديري داكشي اللي كديري الوالده ديالك وكثر، وديري داكشي الواجب ديالك، ولكن يبقى داكشي في حدود. انا هذه النصيحه اللي نقدر نعطيك، ما نكذبش عليك زعما اكثر من هذا الشيء، يعني يبقاو دي ليميت، العلاقه خاصها تكون دي ليميت، لان صافي ما كتب صافي ما خلاوش، يعني ما كاينش الماء فين يجري ما بين هاد الناس، ما كاينش الماء فين يجري. المهم انا اللي غادي نقول لكم عافاكم الله يعطيكم السر، الحموات اللي معايا واللي ما كيبغوش ولادهم يتزوجوا قولوا لي علاش، بغيت نعرف هاد القضيه علاش، ما تقولوش لي حجه، انا كنقولها وكنعاودها، ما تقولوش لي حجه ان الولد باقي ما مستعدش، هذيك ان كوتي ما نهضروش عليه، غير علاش زعما كنلقاهم كيبغيو يسيطروا على ولدهم، كيبغيو يخليو ولدهم حتى يصرف عليهم ويدير ليهم وياخذوا منه ويدير، يعني داكشي اللي ضيعات عليه، بحال لما كتلقى الام عندها البنات وعندها الاولاد، ولكن الاولاد كتقول لا يديروا لي الاولاد والبنات ما خصهمش يديروا لي، ولكن راه انت تعذبتي على ولدك وتعذبتي على بنتك بحال بحال، راه بحال بحال، يعني بحال بحال كيما بغيتي، ولا جا مثلا يخطب لك في بنتك هذاك هو النهار الكبير كتفرحي وكديري، قولوا لي ما تقلقوش مني انا كنهضر معكم بصراحه. المهم كنظن باننا هضرنا على الحموات، هادو هما المواضيع، المهم كاين بزاف ديال المشاكل اللي كيكونوا، الله يكون في عون العيالات اللي ساكنين مع الحموات. راه كنت واحد النهار توصلت بواحد الرساله يلاه تذكرتها دابا، كانت كتصيفطات لي السيده قالت لي
المهم كان بزاف كنهضروا انا وياها سوغ انستغرام، في انستغرام ولا مع الفيسبوك، المهم ما عقلتش وبقيت كنصيفط ليها، وساعه في الاخر قطعت ما عرفتش علاش. المهم صيفط ليها، صيفطت ليا ميساج قالت لي انا راه ساكنه مع حماتي وانا تصوري عندها بنتها وعندها يعني حماها وكيعطيوها تصبن الحوايج ليهم، يعني حوايجهم تصبنهم ليهم هي، يعني كاينه بنتها وكتعطيهم، يعني العروسه هي اللي خصها تخدم. زعما ما نكذبش عليكم، انا والله ما نكذب عليك، قلت لها ما نكذبش عليك، انا ما نتقبلش هذه نهائيا. شوفوا الا كانوا ناس كبار على راسي وعينيا نوض ونصبن ونطيب ليهم وندير ليهم بحال والديا، ولكن مادام عندها بنتها، والمشكل انهم ما كيتعاملوش معاها مزيان. قالت لك واحد الحقره دايرين ليها، وحتى راجلها يعني ماشي تابع في صفها كيقول لها لا صبري عافاك مع والديا ولا شي حاجه، تابعهم هما يعني في وقت ما ديما المشاكل، قالت لك معاه ديما المشاكل معاه وديما هذا وديما كيحقروا عليها. علاش ما فهمتش انا، واش هذيك السيده جايبينها خادمه عندكم؟ هذيك راه مرت ولدكم ووليداتكم هذوك، يعني علاش؟ ما عرفتش، ما شي تساؤلات بعد خلاص كنطرحهم، كنقول فين باغين يوصلوا؟ فين؟ واش هذاك الحب ديالكم ما عرفتش شنو هو؟ كتبغي ولدك، راه كتبغي ولدك خصك تهلاي له في مرته، سورتو اللي كان كيبغيها وكيدير لها خصك تهلاي فيها ودير ليها وتكبري بها، وهو ديك الساعه راه غتكسبي ولدك وراه غايديرك ماشي فوق عينيه، راه غايديرك فوق راسه وفوق قلبه في عينيه وفي هذا. ولكن كاينين شي حموات ماشي ذكيات للاسف، للاسف ديما كيبغيو يديروا داك العروسه مسكينه تحت الصباط، كيبغيو يحقروا عليها، كيبغيو سورتو لما كانش عندها مثلا والدين ولا ما كانش عندها هذا، ولا كانت مسكينه ما قارياش ولا ما عندهاش شي مستوى ولا ما هذا، كيبغيو يحقروا صافي با. المهم انا راه اختي عطاتك النصيحه، هذا هو التصرف اللي غتصرفي، يكون داكشي عندك بلي ليميت، ما يكونش داك كثرت الاحتكاك، داك كثرت الاحتكاك كتجيب المشاكل يعني. وبالنسبه لانا انا عارفه اكيد متاكده بان بزاف اللي غيقولوا لي ساكنين مع حماواتهم، شنقول لكم؟ واخا ساكنين معاهم حاولوا تتفاداو ماكسيموم، ديروا الواجب ديالكم، يكون داكشي بالاحترام، احترموهم ويكون يعني ديروا الواجب ديالكم، ولكن ما يكونش كثرت الهضره وداك التجمعات وداك دا اللي درت لي يكون جلس معاها ونجمع وداكشي، داكشي كيخلق غير مشاكل. مادام انها ما باغاكش ما عمرها غتصرف معاك يعني كبنتها. المهم انا ما كنعممش، كاينين بنات الناس كنعرف عائلات اللي زعما حموات اللي كيتصرفوا، والله داكشي اللي كيديروا على العيالات ديال ولادهم راه ما نقول لكمش، انا قلت لكم دي فوا كتجيني الغيره كنقول سبحان الله، علاش هاد الحمات كتتصرف بحال هكا؟ بالعكس راه كتكسب ولدها، ولكن للاسف ماشي كلشي بحال بحال. ما يمكنش لينا ما يمكنش لنا، ما كنختاروش والدينا، ما كنختاروش حتى هذاك الابن مسكين كيبقى كيتعذب وكيبقى هذا. هادشي اللي كنبقى نفكر فيه، كنقول مادام انك انت كتصرفي هذا التصرف خايب مع العروسه، علاش ما كتفكريش وكتفكري ولدك راه مسكين راه تيتعذب حتى هو، وكيقول ما حيرتو لمرتو، ما حيرتو لمو، واش هادي ندير ليها، واش هادي ندير ليها؟ راه كيبقى مسكين الولد هو اللي كيبقى في هذا المشكل، هو اللي كيبقى في هذا الوسط كيبقى من هذا. المهم موضوع يعني ما عندوش اجوبه، فيه بزاف د علامات استفهام. انا 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 عطيتك الراي ديالي الخاص، شنو هو التعامل اللي تقدري تعاملي باش تكوني انت في نفسيتك مرتاحه. دابا غندوزو العريسات، العريسات بقى كتجوج كتولي عندها شحال المده وكنبقى نقول لها العروسه. بون كاينين شي عريسات ما نكذبش عليكم، يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم كاينين شي عريسات اللي ما نقول لكمش، لا زعما اش نقول لكم، كنعرف عائلات، كنعرف بنات، كنعرف حماوات اللي مساكن مظلومات مع العريسات ديالهم، ما نكذبش عليكم يعني ما كتصرفش معاها بحال امها، كتلقاها بعد العريسات اللي كتلقاها ساكنه معاها في الدار وما كتصرفش معاها مزيان، يعني ما كتعتبرهاش بحال الام ديالها، ما كت شو هذا الاعتبار ديال الام ديالها امبوسيبل. انا كنقولها وكنعاودها، يعني من منطلق لونطوغاج، من منطلق زعما شنو كنعيشوا شنو هذا، قليل 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 تلقاي شي وحده اللي غتعتبريها، ولكن كيبقى واحد الاحترام، كيبقى واحد يعني من تكوني انت ساكنه معاه داكشي كيبقى الاحترام. شوفي ما بغيتيش ما تفهمتوش، راه كيكونوا شي مثلا شي عريسات وهذا ما كيتفهموش، يعني ما تفهمتيش معاها، يبقى الاحترام ويبقى يعني تصرفات ديال بنات الناس. يعني كتلقى بانها كتلقى كنعرف شي عائلات اللي كتلقى الام مسكينه معاها العروسه
والعروسه تصور وقاطعه كلامها، ما كتهضرش معاها، ما كت يعني شنقول لك سي غراف، كتقدر كتحرش عليها وليداتها، تصور الابناء ديالها كتحرشهم على جداتهم، لا ما تهضروش معاها، لا ما ديروش معاها، لا ما هذا. كتشوف ظلم ظلم زعما صراحه. شتي واخا تكون كيف ما كان هذا الحماس، كتبقى شوف كتبقى في مرتبه الام ديالك، ما تفهمتوش كتخليها كتحطيها في، يعني ما كيبقاش داك الاحتكاك، ولكن كيبقى الاحترام. هادشي اللي نقدر نقول لكم. كاينين شي زعما شي شنقول لكم، لا اله الا الله، كاين بزاف يعني التصرفات ما كيتصرفوش مزيان، كتلقاها ما مهلياش حتى فراجلها بعدا، اصلا ما مهلياش فيه، تنوض حتى ل 10، تنوض حتى ل 12، تنوض حتى لهذا. هو خدام يجي يرجع للدار، يلقى الدار مرونه، يلقى هذا يجي، يبقى خصو يعاون، خصو يتقدم، حيرته لهذا، ما حيرته لخدمته، ما حيرته لهذا. زعما بزاف كتشوف بزاف ديال الظلم، بزاف ديال هذا، وكتلقى بوختون، كتلقى الحماس مزيانه وباغا تصرف مزيان، تصرف مزيان مع العروسه ديالها، ولكن هذيك العروسه كتكون شنقول لكم، ما نقدرش نقول لكم واحد المصطلح، المهم بلا ما ندخلوا لهاد بلا ما نعمموا كلشي. تلقى عاوتاني بعد الخطرات كتحرشوا، يعني كتحرشوا على امه، كتقولوا لا ما ديرش ليها، لا ما تصاوبش ليها، لا ما تفعلش ليها. كتلقى الابن كيبغي يدير لوالديه وكيبغي يتصرف معاهم، وهي وما كتما ما السم كتجيها الغيره، كتجيها لهذا. يعني ما عرفتش انسان كيفاش كيفكر، ما كتجيني بيزار من المنطلق ديالي، وكنقول كيفاش هاد البنت كتصرف هاد التصرف بحال هكذا، كيفاش كتشوف واخا تكون هاد الحمات كاع ما مزياناش، لنفرض ما تكون ما مزياناش، تكون هذا يعني كيبقى الاحترام، كيبقى هذا، كيبقى داكشي يعني بيناتكم، كيبقى ليكار بيناتكم، يعني ما يكونش داكشي طول، ما يكونش داك ما تكونش كثرت الاحتكاك، يعني فيما كتكون الطرفين يكون داكشي ما خدامش بيناتكم، لا من طرف الحمات لا من طرف العروسه، ما خصوش يكون الاحتكاك، خصو يبقى تقار تقار. كيبقى شي محترم شي، وكيبقى كل واحد راه انت ما باغاهاش ولا انت ما باغاهاش، يعني كيبقى الاحترام. هادشي اللي نقدر نقول. المهم كاين بزاف زعما الاشياء حساسه، كاين بزاف زعما كنسمع دي زيستوار، كنسمع الناس شنو تيقولوا، كنسمع مي ما كنعرفش، كان ديما بوين دانتيغوغاسيون. قولوا لي البنات اللي كيتصرفوا مع حماتهم بحال هكذا، قولوا لي يعني علاش كتصرف، اكيد كيكون سبب، ولكن بعد خطرات كتلقاي الحمات ظريفه. انا قلت لكم كنعرف عائلات اللي الله يعمرها الدار كتلقاها ظريفه وكتلقاها كيعاملوها زوين، ولكن كتلقى العروسه شنقول لكم كتصرف معاهم تصرف خايب. واش كتبغي دير في الاول، كتقولوا النهار الاول يموت المش، ربما كتاخذ هذه الفكره كما كيقولوا النهار الاول يموت المش، واش بهذه كتقول اجي ندير لهم هكذا باش ما يبقاش يتصرفوا معايا هذا التصرف، وما بقاش يديروا ليا، باش يبقاو ديما يديروا مني اتونسيون. الله اعلم. كتلقى ما عرفتش السؤال علاش كتصرف بحال هكذاك. وكاينين البنات اللي غايقولوا لك احنا لا راه حنا الحماوات ديالنا ما كيديروش معانا، ما كيصاوبوش معانا، انا هذوك صافي راه كنعرفه هذا المشكل، راه كاين كيكون المشكل، يعني كاين مشكل مادام ان داك العروسه كتصرف خايب. مي كاينين بعض الطرات العريسات ما كيتصرفوش مزيان، علاش؟ الا كانوا شي عراسات منكم كتبوا ليا علاش ما كتصرفوش مع الحماوات ديالكم، واش زعما شنو هي الاستراتيجي اللي دايرين شناهي بوكو، هادو زعما دي بوين دانتيغوغاسيون اللي ديما كنتسال عليهم. دونك هادشي اللي نقدر نقول لكم البنات، باش ما نطولش عليكم، باش ما نقولوش شي حاجه ماشي هي هذيك، موضوع حساس 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 بزاف. دونك هادشي اللي كاين. الاخت ديالي اللي صيفطات ليا، المهم الله يكملك بعقلك، انت درتي اللي عليك، راجلك كنظن بان راه شافك شنو كديري هذه السنين كامله، وعارفك وتايق فيك وعارفك شنو تديري، يعني تصرفتي مزيان ودرتي مزيان. يبقى النصيحه اللي غنعطيك، يبقى التقار، يبقى راني عطيتها لك قبيله، هادشي اللي غادي نقول لكم. دونك اللي عنده شي مشكل قولوا لي شنو هو المشكل ديالكم، نلقاوه ان شاء الله في الكومونتير، شنو هما المشاكل ديالكم اللي كتلقاو. وهذا الصراع عشان نقول لكم صراع ابدي، هذا الصراع راه ما غاديش يتحيد، انا عارفه واكيده متاكده منه. غي دي فوا كتلقى مثلا دي كوبل وكتلقى الحماوات ديالهم ولا العكس، يعني كتلقى العروسه كتلقاهم فاهمين، كتقول شنو هو السر، واش كيكون هذه اللي بغيتكم حتى هي تجاوبوني عليها، واش كيكون كما كيقولوا واحد صابر، واحد منهم مي كتلقى مثلا الحامات والعروسه كتلقاهم مزيان، واش كيكون واحد فيهم صابر ولا كيكونوا فاهمين. مادام انهم فاهمين، واش مفاهمين هكاك حيت هما فاهمين بعضياتهم كيبغوا بعضياتهم، ولا انهم فاهمين
حيت الصبر على واحد كيف ما كيقولوا بحال ما كيكونوا في الكوبل، يعني كتلقى المراه وراجل فاهمين كتقولوا ربما كتكون الصبر على واحد ولا بجوج هازين الكفه، كل واحد هاز من ودنه كيف ما كيقولوا في المثال ديالنا، ولا كتلقى الصبر على واحد. انا هذه هي اللي كنتسال فيها. الى شوفوا البنات اللي مفاهمين مع حماواتهم يكتبوا لي عفاك في الكومونتير باش شوفوا، باش انا بغيت كلشي يستافد. ربما كيعرفوا يتعاملوا، ربما يكون شي حاجه شي استيوس ولا شي حاجه باش كلشي يستافد، البنات كلهم اللي يلاه بادين وبنات اللي على زواج. انا واحد النصيحه اللي غادي نعطيكم البنات اللي يلاه بادين في الزواج، يلاه غتزوجوا ولا يلاه تزوجوا ولا شوفوا انا النصيحه اللي غنعطيكم. اهم حاجه هو يكون الاحترام، يحترموك وانت تحترميهم جوج، ماشي يكون انت تحترميهم وما يحترموكش، يكون داك الاحترام متبادل. الاحترام وكثره الاحتكاك كتخلق المشاكل، كثره سير واجي والتليفونات وداكشي كيخلق المشاكل. يعني داكشي يبقى اوكازيونيل، يبقى في المناسبات ويبقى في يعني في الحدود، ما يبقاش داك هذه. والله الا هذه من خلاصه القول اللي زعما اكتشفتها دابري لي زيكسبيريونس، دابري مون اكسبيريونس، دابري التجارب الناس، دابري الصديقات ديالي، دابري هادشي كيكون كيبقى. الا بغيتوا المسيره ديالكم تمشي، انا هذه اللي كنشوفها، هذه هي النصيحه اللي نقدر نعطيكم يعني اللي هي سميتو. والحاجه وحده اللي غنطلب من الحموات، الله يجازيكم بخير الحموات اللي كيشوفوني، ارجوكم الله يهديكم. ماشي كلشي انا راه ما كنعممش، الله يهديكم. حاولوا ترأفوا ماشي بدك البنت، حاولوا ترأفوا بالولد ديالكم. الا رأفتوا بالولد ديالكم راه هو اللي كيبقى في المشاكل. ما هي راه تقدر تكون كتقول طن صافي انا هاديك ما كتصلحش ليا، ما كت يعني ما كتعملش معايا مزيان، صافي كنسد كيف ما كيقولوا اللي درقته بخيط درقه بحيط، كتسد هذاك الموضوع وصافي وكتطوي. ولكن هذاك الابن مسكين كيبقى كيتعذب، ربما مسكين كيبغي حتى هو العائله ديالو تمشي، ربما كيبغي العلاقه تبقى طيبه، كيبقى كيقول علاش انا امي ما كتصرفش مع مراتي هكاك، كيبقى مسكين كيتعذب صراحه والله. وكنعرف قلت لكم عائلات، وكنعرف زعما ابناء ديال اللي عندهم مشكل مع مواتهم، الابناء كنعرفهم عندهم مشكل مع مواتهم مساكن، كيتعذبوا تيقول لك علاش انا كنعرف مرتي وكنعرف امي، انا كنمرتي ما تدير والو وكتصرف معاه مزيان، ولكن امي ما كتبغيهاش وما كتحملهاش، وانا عارف وتيقف مرتي واش كدير والو. هذيك الام الله يخليكم. شوف الزمان راه كيدور والعمر ما كيبقاش ما غنبقاوش فيها خالدين. الواحد اللي كيدير خصو يدير هيه كما كيقولوا الاخره، ما تبقاوش تشوفوا غير حد نيفكم، لا بالنسبه للعروسه لا بالنسبه للحمات، ما تشوفوش غير حد نيفكم، شوفوا الهيه، ديروا الخير غتصيبوا الخير. راه اللي دار الخير في بنات الناس سقطوا الحموات اللي كنلقاو بزاف. من العروسه كتلقاي قليل، الفئه قليله اللي كتلقاي، من الحموات هذا موضوع ايتغنيل يعني موضوع ما عمره غادي يتسالى. اللي دار الخير في بنات الناس كيجيب ليه اللي غيدير له في بناته، راه كما تدين تدان، راه لما تصرفتيش تصرف زوين مع بنات الناس راه ربي غادي يجيب لك شي تصرف خايب مع بناتك. انا هذا هو اللي غنقدر نقول لكم. الله يخليكم، رأفوا ببنات الناس، رأفوا بوليداتكم. اللي عندها شي عروسه ساكنه معاها تحاول تحوزها عندها، دارت لك شي حاجه مثلا حطوا لي بوين سيغ ليزي. علاش دابا حنا زعما في اون جينيرال ماشي الناس اللي بحال دابا شوف برا كتلقاهم كتجلس كتقول لي اجي نجلسوا انا وياك نشربوا قهوه انا وياك، اجي جلسي، علاش درتي ليا واحد التصرف؟ وعلاش نقدر بعد فترات تكون غير شي مثلا هذيك العروسه ولا هذاك ما قصداش، وهذيك الام كتفهمها في شكل، كتقدر تكون دارت لك شي حاجه جي جريها وقول لها علاش درتي ليا، سورتو اللي ساكنه معاها في الدار، حيت كيكون معاهم احتكاك ما تقدرش كيفاش تايفيتيهم، يعني صعيبه باش تايفيتيهم. جري هذيك العروسه وقولي لها اجي بنتي راك درتي واحد التصرف ما عجبنيش قبيله، بحال غتهضري مع بنتك على بنتك مثلا دارت شي تصرف خايب، غتجريها عندك وغتقول لها علاش درتي هذا التصرف، وبحال بحال جريها. راه شوف انا والله تم متاكده مليون في المية الا جريتو، الا ومن عاوتاني اللي غنشوفو ديكا اللي غتكون شي وحده نيت راه ما باغاش داك الحامات، ولكن الا جريتيها لعندك ودرتي ليها وصوبتي زعما ما عرفتش كيفاش اعتبريها بحال بنتك، ما عرفتش. انا كنقول بحق الله لو غيف ديالي هو انني امتى وليداتي يكبروا ويتزوجوا ويكونوا عندهم عيالاتهم وانا نتصرف معاهم، وحق الله كان
شهوتي ندير هذا التصرف، وحق طلعتي بغاها من كل قلبي، كنقول يا ربي حاجه واحده اللي كنطلب، يا ربي تحف بنت الناس، ما كنطلبش شي حاجه اخرى، يا ربي بنت الناس اللي تهلاو فيهم، مادام انني غنشوف ولدي كتبغي هذيك المراه وسعيد معاها وكتهلا فيه ومنقيه له داره وليداته، زعما ولدي فرحان معاها، شنو كنقلب انا؟ هو ولدي نشوفه فرحان، علاش انا كبرته ووصلته وحط زعما وصلت لواحد المرتبه الا باش نشوفه فرحان؟ شنو الهدف ديالي؟ غير نشوف ولدي فرحان، انا لاش نشوف فرحان مع مرتو صافي تي حتى انا غنكون فرحانه، وانا لاش غنبقى ناخذ ديك الفكره ديال انا داك الولد تزوج صافي خصني ندير داك العروسه، خصني نحكمها وخصني ندير ليها وخصني نفعل ليها، علاش؟ علاش هذا التصرف زعما؟ والله شي هذا الموضوع والله لا يحز القلب، حيت كنشوف بزاف بزاف، والناس ما كيبغيوش يحطوا لي بوين سور لي زي، جلسوا حوزوهم عندكم، عيط لها في التليفون واخا ما ساكناش معاك، عيط لها في التليفون بغيت كمان تجي عندي ولا انا غنجي عندك، بحال جلسوا في قهوه اونصومبل وحطوا لي بوين سور لي زي، حنا شوف حنا قاسم مشترك بيناتنا هو داك الولد، يعني انا ولدي وانتي راجلك، نتي بغيتيه يكون سعيد وانتي بغيتيه يكون سعيد، دونك الا بغيتو راه زعما عمليه سهله، الا بغيتو هذاك الولد يكون سعيد خصكم نتوما تكونوا سعداء سعيدات سعيدات، يعني تكونوا نتوما فاهمين. شوف ما كنظنش، انا ما كنظنش زعما نقول لك بزي على راسك، لا ما تفزيش، انا ما كنبغيش النفاق، ما نكذبش عليكم، يكون داكشي من القلب، الا كان من القلب راه غيوصل القلب، وكيف ما قلت لكم راه الدنيا قصيره 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 كما تدين تدان، راه ما تبقاوش تاخذوا داك العروسه مسكينه خصكم ديروا داك صافي كما كانوا جداوات، علاش واش حنا داكشي مورتينو؟ داكشي خصو اللي داروا علينا جداوات ولا دارت عليا مثلا عجوزتي، مثلا انا عجوزتي تصرفت معايا خايب، انا نجي العروسه نتصرف؟ لا، انا غنقول لا بالعكس، انا هذاك المشكل اللي كان عندي انا خصني وليداتي يعيشوا مزيانين، انا بالعكس حيت كنبغي تالمو كنبغي ولدي خصني نخليه يعيش مزيان. مهم باش ما نطولش عليكم ومبقاش نعاود الهضره بزاف د المرات، كنتمنى هاد لا فيديو تكون استفدتوا معايا، كانت هذه هي نهايه الفيديو، كنتمنى تكون عجبتكم، ما نكرهش نلقى لي كومونتير ونلقى اللي عنده لاستوس، اللي عنده شي حل لهذا المشكل، اللي عنده سميتو يقولوا. المهم انا عطيتكم الحل ديالي زعما اللي قدرت نوصلوا لهاد السيده، عطيتو ليها وعطيتو للجميع اللي كيعانيوا من هذا المشكل، هادشي اللي كاين. دونك كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، كنتمنى نلقى لي كومونتير ديالكم والدعم ديالكم باش الفائده تعم لجميع البنات ولا كاع البنات اللي غادي يتزوجوا ان شاء الله. ما سخيتش بكم صراحه، ما كنسخاش بكم والله، ملي كنكون قدام كاميراكم كون كنهضر ما كرهش نهضر بالسويع ولكن ما خصناش نطولوا في لا فيديو حيت كاينين الناس اللي ما كيبغيوش لي فيديو طوال، دونك كنحاولوا نديروا ما بين وبين هادشي اللي كاين. الناس اللي غيشوفوني اول مره مرحبا بكم في القناه ديالي، ما تنساوش تنخرطوا، ما تنساوش بارطاجيو، وما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني، وهلا يخطيكم عليا، اي على بروشين فيديو ان شاء الله، السلام عليكم.